مشاهدينا، ينضم إلينا الآن ممثل المكون الإيزيدي في مجلس النواب سيد صائب خضر. مرحبا بك سيادة النائب في نشرة الأخبار. أهلا وسهلا. منذ سيطرة داعش على مناطق متعددة لا سيما في سنجار 2014 حتى اليوم، تصدر الإيزيديون نشرات الأخبار والمواقع العالمية والدولية في مستوى الظلم الذي تعرضوا لها، لكن ماذا عن الموقفين الحكومي والتشريعي؟ كيف تقيمه حتى الآن؟ شكرا جزيلا لكم وللقناة العراقية وللمشاهدين الكرام. تحية. حقيقة يعني اليوم كان لدينا تشييع ل 104 من الرفات والذين قضوا على يد تنظيم داعش الإرهابي في قرية كوتشو التي تم إبادتها، بالإضافة إلى قرى إيزيدية كثيرة في سنجار. الحضور الرسمي كان شيء جيد، وكان معنويا للإيزيديين شيء كبير بأن يحضر السيد رئيس وزراء، السيد رئيس الجمهورية ورئاسة البرلمان بالسيد النائب الأول. إلى أي مدى العمل الحكومي والعمل التشريعي حقيقة لا نستطيع أن نجزم بالإيجابية في هذا الجانب. ما زال الجانب الحكومي وتحديدا الحكومي والخدمي والأمني والإداري في سنجار طبعا متباطئ بشكل كبير. الحكومة بحاجة إلى برمجة هذا الدعم المعنوي الذي رأيناه اليوم أن يكون ببرمجة واقعية على أرض الواقع. نحن منذ 2015 لحد الآن، منذ تحرير سنجار طبعا، لا يوجد شيء محرك وملموس على أرض الواقع. سنجار منطقة يتصارع عليها محليا إقليميا، أيضا تخضع إلى خلافات المركز والإقليم، كثير من القضايا حقيقة أرلقت بظلالها على سنجار. هل ترى أن يعني خصوصية سنجار والتجاذبات الدولية والإقليمية والداخلية قد تكون مبررا للأمور التي تحدثت عن تأخر تنفيذها من قبل طبعاً الحكومات؟ طبعا أكيد، ولكن نحن بحاجة إلى، لكي يجب أن نعطي وصف إلى سنجار. نعم. سنجار بغض النظر عن الأشخاص والإيزيديين اللي موجودين فيها، هي تمثل رمزية إيزيدية، مكانة إيزيدية كأي مكانة مهمة بالنسبة لباقي المكونات. سنجار بالنسبة للإيزيدية مكانة مهمة تاريخيا، نحن مرتبطين فيها. الإيزيديين أغلبهم كانوا من سنجار وتوزعوا نتيجة حملات الإبادة، فبالتالي رمزيتها كمكانة يعني منطقة هي رمزية إيزيدية كبيرة، فبالتالي من الأهمية أن يكون هناك اهتمام. صح الصراعات المحلية الصراعات الدولية، ولكن لا يمكن أن تمثل مبرر. مثلا اليوم يجب أن نفصل الجانب الخدمي والإنساني عن الجانب السياسي. لكي أقول لك مثال، اليوم الدوائر الخدمية في سنجار معطلة من قبل الحكومة المحلية في نينوى، محافظة نينوى، وأيضا بعدم وجود اهتمام أيضا من قبل الحكومة. ما علاقة دائرة التعويضات بصراعات محلية وإقليمية؟ ما علاقة تبليط شارع؟ ما علاقة بناء مدرسة؟ ما علاقة بيوت؟ ولكن مع الأسف في سنجار يتم دمج البعد السياسي مع البعد الخدمي والإنساني، وهذا أثر حقيقة على الناس. اليوم لدينا الإيزيديين أغلقت الكثير من المخيمات، وما زال مخيمات الإيزيديين لحد الآن لا تغلق لأسباب طبعا سياسية وعدم توفير بيئة آمنة في سنجار لعودته. طيب يعني سيادة النائب، بالنسبة لإقرار قانون الناجيات الأزيديات يعني لحد الآن متأخر، لم يتم إقراره، ما الأسباب في تأخره؟ طبعا قانون الناجيات أنا أعتقد هو من القوانين التي سوف يمثل مكافأة للإيزيديين وتحديدا الناجيات. لدينا 3000 ناجي وناجية من تنظيم داعش. أعتقد سوف يكون هذا القانون الذي عملنا عليه نحن مع لجان مختصة في مجلس النواب وجهات مدنية ودولية في تصويب ومقترحات مهمة. نعم. بالنسبة للناجيات، وهناك مقترحات جدا مهمة في هذا القانون. إذا طبعا نتطلع، هناك وعد برلماني، لا بس أن نستعرض يعني بعض ما ورد طبعا أكيد طبعا نتطلع. نعم. ابتداء إلى دعم الكتل السياسية. هذا يعني اليوم احنا نرد جميل معنوي، يعني أنا يعني كل قانون لابد أن يحوي على تطلعات لجهات أخرى أو نقوصات في بعض الأحيان، ولكن نحن بحاجة إلى دعم معنوي، أن نقدم نحن كبرلمان عراقي، ككتل سياسية، كزعامات، أن تهدي هذا القانون للناجية الإيزيدية والناجين من تنظيم داعش، بدون أن ندخل في بعض التجاذبات السياسية التي تعرقل هذا القانون. أو ما الذي يتضمنه؟ يعني القانون طبعا حقيقة. نعم. يتضمن جملة من القضايا المهمة. ابتداء سوف يمنح راتب
للناجيات الإيزيديات، سوف يمنح لهم قطعة أرض مع قرض سكني، سوف يستثنيهم من شروط العمر بالدراسة. كثيرات من عندهم منهم اختطفوا، وبالتالي من عند رجعوا واصطدموا في عقبة العمر راح نستثنيها، راح نوفر لهم فرصة التوظيف. أيضا المديرية العامة لشؤون الناجية سوف ضمننا فيها البحث عن المختطفات، الاهتمام بالمقابر الجماعية، إعادة التأهيل الصحي، قضايا كثيرة. طبعا أيضا شملنا الكثير من التركمان والشبك والمسيحيين أيضا في هذا القانون، أعطينا بعد للتسمية الناجيات الإيزيديات باعتبار أغلبية الناجيين من الإيزيدي. لكن يعني هنالك تفاوت، مثلا هنالك نساء تعرضن لعنف جسدي ونفسي، هنالك فقط مثلا جروح، أو يعني هذا كيف سيتم العدالة والمساواة بينهم في ضمن القانون؟ نعم ضمن طبعا القانون. أكيد القانون رسمنا الخطوط العامة بالنسبة للناجية وتعويضها. سوف يصدر تعليمات خلال 90 يوم، إصدار تعليمات لتنفيذ هذا القانون. يعني سيكون التعويض حسب الحالة، حسب الحالة. وأيضا كل ناجية، كل ناجية ينطبق عليها وصف ناجية. عرفنا في المادة الأولى من هي الناجية، ثم أضطرنا لمن تنطبق عليه شروط هذا القانون ووصفناهم. هذا القانون أنا في تصوري بالمقترحات التي عملنا عليها بجهد، إذا تم التصويت عليه من الكتل السياسية أنا أعتقد سوف يكون طيب هدية متواضعة له. بالمقترحات التي تحدثنا عنها، ربما يعني إعلاميا لا يختلف اثنان على أن الإيزيديين يستحقون أكثر من ذلك بكثير بالنسبة للظلم الذي تعرضوا له، وهم مكون أصيل من مكونات الشعب العراقي. هنا نتساءل، من الممكن أن يعطل إقرار مثل هذا القانون؟ طبعا أنا لا يعني ليس بالضرورة بالتعطيل، ولكن بعض العقبات، يعني مثلا في التسمية، في بعض النصوص الموجودة، في قوانين أخرى. فبالتالي إحنا بحاجة، اليوم وصلنا إلى مرحلة نهائية اللي هي الوضع، وضع الجدول على جدول التصويت، ولكن طبعا لم تنعقد الجلسة بسبب مسألة الاستجواب وعدم اكتمال النصاب. أكيد في الأسبوع القادم والأيام القادمة سوف يعرض، هناك وعد من الرئاسة، وعد من رئاسة المجلس النواب. طب هو من اختصاص لجنة الشهداء والسجناء ولجنة المرأة مشاركة، ولجنة المرأة. حقوق الإنسان وطبعا القانونية، وإحنا نعمل عليه بشكل يعني القانون جيد. أنا أتمنى من الكتل السياسية ومن الشخصيات الحزبية والسادة النواب، هناك كثير من النواب والنائبات حقيقة متضامنين معنا، ولكن نحتاج إلى جهد. نعم هناك بعض القضايا، ولكن نحن نقدم هدية اليوم 3000 ناجية إيزيدية، لا بأس إذا أعطينا الاسم كجانب معنوي لديهم الناجيات الإيزيديات، والتضمين طيب. سوف يتضمن طيب أستاذ صائب، يعني من أخيرا عليه وصف الناجية. باختصار، هل هناك إحصائية دقيقة لعدد شهداء المكون الإيزيدي حتى الآن؟ أيضا ماذا عن مصير المختطفين؟ طبعا سؤال يعني مهم، نحن لحد الآن إحصائيات موجودة ما بين 10,000 إلى أكثر، ولكن ما هو سبب في عدم دقة هذا الموضوع؟ رجعنا إلى المربع الأول بعدم وجود مكتب للتعويضات أو دائرة للتعويضات تعمل على هذا الملف بالإحصاء والترقيم والتعويض. اليوم من 2015 مهدمة البيوت ومقتولين ومفقودين، اليوم أنا كنت أتحدث مع ناس من السنجار جايين لديه 4 مفقودين و4 شهداء لم يستلم إلى أي تعويض. هذا خلل بسبب عدم عودتهم إلى مناطقهم، بسبب أولا مو ليس العدد، بسبب عدم وجود حكومي وحكومة محلية تعمل على فتح دائرة التعويضات واستلام تعويضات هؤلاء كشهيد كمفقود. اليوم مثلا عندنا مفقود، كيف نكيف وضعه؟ الشهيد كيف نكيف وضعه؟ بالنسبة للمختطفات طبعا قبل أيام كنا مع الأمين العام لمجلس الوزراء، وقبل أيضا طالبنا من السيد الكاظمي رئيس الوزراء والسيد الأمين العام قبل أيام أن يشكل لجنة للبحث عن المختطفات. لدينا أكثر من 2500 إلى 3000 مختطف يزيدي، فبالتالي من الأهمية أن نعرف مصيرهم هؤلاء، أين شنو مصيرهم، وأيضا نكيف وضعهم القانوني كمفقودين مغيبين حتى أهلهم يأخذون حقوقهم واستحقاقاتهم المشروعة. ممثل المكون الإيزيدي في مجلس النواب السيد صائب خضر، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.